ازيك يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ انت في قناة العب مع دودو. يلا بقى دلوقتي هنرسم سحابة جميلة جدا. كل اللي هنحتاجه ورقة بيضة وقلم اسود نرسم بيه. يلا يا اصحابي بسرعة دوسوا على الاشتراك وعلى اللايك عشان هنرسم سحابة جميلة جدا. اول حاجة هنعمل خط مستقيم بسيط جدا، وبعد كده من هنا هنعمل نص دايرة، وهنا كمان نص دايرة، بعد كده نقفل السحابة بقى. نعمل عينين هنا، ونعمل بقها بيضحك، والمية بقى اللي نازلة منها. نلونها بقى يا اصحابي باللون ايه؟ نلونها باللون الازرق. زي ما انتوا شايفين يا اصحابي انا لونتها بالازرق، ناقص ان انا الون قطرات المية ديت. برضو هعملها باللون الازرق ده. جميلة قوي يا اصحابي، تقدروا تعملوها وتتسلوا. ولو الرسمة عجبتكم مع دودو يا اصحابي بسرعة يلا دوسوا على الاشتراك وعلى اللايك. بنحبكم يا اصحابي، باي.